بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء التلاميذ مرحبا بكم مرة أخرى في حصة جديدة. الآن كذلك نواصل مع المؤجلات بالخلية إرسي. آخر مثال نقوم به في هذه النوع من الدارات اللي هي عبارة عن مؤجلة. إذا نلاحظوا جيدا مثالنا اليوم باستعمال الدارة المندمجة L555. مثال تطبيقي. إذا سوف نشرح الدارة من خلال الإجابة على هذا المثال التطبيقي من خلال التركيب المشار إليه هنا في هذه الحالة. اشرح باختصار طريقة تشغيل هذه الدارة. السؤال الثاني ربما يجيك سؤال في البكالوريا بهذا الشكل: أعطي العبارة الحرفية لتي زمن التأجيل بدلالة كل من R2 و C. لاحظوا جيدا أضفت هذين السؤالين طرحا في بكالوريا 2013. إذا السؤال الأول يقول: ما هو دور كل من الدارتين AOP1 و AOP2 الموضحين في الشكل؟ السؤال الرابع: أحسب قيمة R2 من أجل زمن مقداره T يساوي 10 سكون. إذا سوف نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة. إذا الإجابة على السؤال الأول G1. إذا من خلال التركيب راح نشرح باختصار طريقة تشغيل هذه الدارة. لاحظوا جيدا الآن نمر إلى شاشة التركيب ومن خلالها نقوم بشرح طريقة التشغيل ثم نعود إلى السبورة. إذا نلاحظوا الآن التركيب عبارة عن دارة المؤجلة بقلاب أحادي الاستقرار باستعمال الدارة المندمجة L555. نحن أبناء التلاميذ العديد من التلاميذ يخلطون بين استعمال الدارة L555 لتوليد إشارات الساعة واستعمالها كمؤجلة. الفرق يكمن فقط في استعمال الدارة في حالة تركيب لا مستقر أو قلاب لا مستقر أو أحادي الاستقرار. الفرق بينهما أننا فقط نفصل المدخل 2 نفصله عن المدخل 6. في حالة الدارة لا مستقرة 2 موصول مع 6 إلى مدخل أو نقطة شحن مكثفة. أما في هذه الحالة أحادي الاستقرار فإن القطب 2 مفصول عن 6 وموصول إلى VCC عبر مقاومة R1. المقاومة R1 بالعيار 27 كيلو أوم. إذا فقط الآن لاحظوا جيدا نحاول أن نشرح طريقة تشغيل هذا التركيب بالطريقة البسيطة التالية. الآن هذه الوضعية أبناء التلاميذ، هذه الوضعية للدارة نسميها الحالة المستقرة. كيف؟ سوف نحدد قيم مختلف النقاط المهمة ثم نقوم بمناقشة التشغيل بطريقة بسيطة جدا. لاحظوا جيدا في البداية لدينا القطب 8 يطبق زائد VCC على مدخل الدارة، وهذه المقاومة مقاومات داخلية مندمجة في الدارة وقيمها 5 كيلو أوم. يعني هذا راح تقسم التوتر هنا، راح يعطيني هنا التوتر 2/3 VCC 2/3 VCC، وهنا راح تعطيني 3/4 VCC باستعمال قاسم التوتر. إذا لو كان طبق طريقة قاسم التوتر راح نلقى هذا التوتر 2/3 VCC وهذا 3/4 VCC. هذا مطبق على القطب العكس للمقارن العلوي وهذا مطبق على القطب غير العكس للمقارن السفلي، لأن المضخمين العمليين يشتغلان كمقارنين في هذه الحالة. المقارن هذا موصول إلى أو يعمل على وضع القلاب آلاس في الوضع في الصفر، وهذا المقارن يعمل على وضع القلاب آلاس في الوضع في واحد. هذه عندها سؤال طبعا في بكالوريا 2013 نجاوب عليه، لأن وإن كان هذه جاوبت عليه. الآن نحن جيدا نزيد نحدد النقطة هذه. نحن جيدا في الحالة هذه القلاب في البداية في الوضع في الصفر، إذا هنا الوضع في الصفر Q يساوي صفر وQ بار يساوي واحد، إذا هذا في الوضع في الحالة مستقرة. إذا لاحظوا جيدا هذا النقطة هذه توترها موصول إلى زائد VCC عبر المقاومة R1، إذا هنا القيمة هنا تساوي زائد VCC. لاحظوا جيدا النقطة هذه 6 أين موصولة إيه؟ مع النقطة التي سوف تشحن من خلالها المقاومة موصولة إلى القطب 7. لاحظوا جيدا القطب 7 للدارة المندمجة وهو قطب التفريغ. لاحظوا جيدا بما أن القلاب الأمر بسيط جدا، لاحظوا أبناء التلاميذ
بما أن القلاب مطبق واحد منطقي على قاعدة هذا المدخل، إذا هذا المدخل عبوري وهو عبارة عن سلك في هذه الحالة وكأنه سلك. الآن السبعة موصولة إلى الواحد وموصولة إلى الكتلة. إذا أبناء التلاميذ الآن ما علينا فقط إلا رسم رمز الكتلة هنا. لاحظوا جيدا في هذه الحالة كذلك هنا لدينا واحد منطقي، هذه البوابة تنفي الواحد منطقي يصبح صفر منطقي. إذا المخرج في هذه الحالة لاحظوا جيدا المخرج في هذه الحالة يساوي VS يساوي صفر فولت، صفر فولت. إذا هذا هو حالة المستوى السفلي. إذا هذه الحالة صفر منطقي في الخروج، وهذه الحالة أبنائي التلاميذ مستقرة لا تتغير أبدا. لاحظوا جيدا نناقش المقارنين في هذه الحالة. إذا هنا ينطبقين صفر فولت لأنه موصول إلى الكتلة. إذا القطب ستة هنا لدينا صفر فولت، الأمر بسيط جدا أبنائي التلاميذ. إذا قلنا بأن هذه الحالة مستقرة. إذا هنا في هذا المقارن العلوي مطبقين صفر فولت على القطب غير العاكس وثلثي في سي سي على سبيل المثال إذا كانت هذه، لأن التوتر في سي سي بالنسبة للدارة المندمجة 555 يتراوح ما بين 5 إلى 15 فولت. نقدر نطبق مثلا 12 فولت. إذا كانت مثلا هذه 12 فولت راح تعطيني هنا 4 فولت 8 فولت عفوا، ثلثي 12 هي 8 فولت وهنا 4 فولت. إذا هنا على سبيل المثال 8 وهنا 4 فولت. إذا لاحظوا جيدا شكون الكبير هنا؟ إذا صفر أو 8، طبعا 8 هي الكبير. إذا هنايا المضخم العملي هذا كمقارنة يعطيني هنايا صفر فولت، صفر فولت في المخرج تعتبر صفر منطقي بالنسبة للقلاب أنس. كذلك هذا المقارن السفلي إذا التوتر هذا تقريبا هو 12 فولت هو أكبر من 4 فولت، إذا حتى هذا المقارن يعطيني صفر فولت في الخروج، إذا راح يعطيني صفر منطقي في مدخل القلاب أنس المدخل أس. إذا نحن جيدا أبنائي التلاميذ صفر صفر ما هي إلا حالة ماذا؟ حالة احتفاظ. إذا تستقر الحالة صفر واحد اللي هي الوضع في الصفر إلى أن نجبر هذه الدارة على تغير كيف. إذا هذه الحالة اسمها الحالة مستقرة. لاحظوا جيدا إذا القلاب في الوضع في الصفر، المخرج في مستوى السفلي وتستقر الدارة. الآن نحن جيدا الآن نبدأ نعطي نبضة، أين نعطي نبضة؟ في المدخل في او الموصول الى القطب 2 ديكلوجمون. هذا المدخل ديكلوجمون. اذا هذا مدخل سموه مدخل العتبه وهذا مدخل ديكلوجمون يعني اثار. اذا نعطي نبضه على شكل 0 فولت هنا، لو كان ندير مثلا نضيف هنا ضابطه موصوله الى الكتله نعطي نبضه هنا. ابنائي التلاميذ نعطي نبضه هنا تعطيني 0 فولت في هذا المكان. إذا في هذا القطب 2 تعطيني 0 فولت. إذا لاحظوا جيدا ماذا يحدث؟ الأمر بسيط جدا ركزوا معي. إذا أصبح التوتر المطبق على القطب غير العكس هو الأكبر. إذا هنا راح تعطيني زائد في سي سي. أمر بسيط جدا أبنائي التلاميذ. إذا زائد في سي سي بالنسبة للقلاب أس المدخل أس يعتبر واحد منطقي. إذا هنا واحد منطقي حتى الآن الواحد في أس راح يقلب لي هذا القلاب راح يعطيني هنا واحد منطقي وهنا يعطيني صفر منطقي. قبل ما نكمل المناقشه هنا يا ابنائي التلاميذ فقط عندما نترك الضابطه يعني عندما تختفي هذه النبضه ماذا يحدث؟ هذا يرجع الى الزائد في سي سي. لاحظوا جيدا الامر بسيط جدا. هذا يرجع للزائد في سي سي وهذا يصبح صفر فولت لانه اصبح الزائد في سي سي اكبر من 4 اللي هي 12. اذا هذا يرجع الى الصفر فولت وهذا يرجع الى الصفر منطقي. صفر صفر ما هي الا حاله احتفاظ يعني نحافظ على الوضع في الواحد. الان نروح نشوفوا الوضع في الواحد وش ماذا يحدث من خلال هذا الوضع في الواحد. اذا لاحظوا جيدا ابنائي التلاميذ نفصلها مرحله بمرحله. الان هذا الصفر منطقي، صفر منطقي راح يعطيني يتلف هنا يولي واحد منطقي. لاحظوا جيدا الامر بسيط جدا. اذا المخرج راح يصبح واحد منطقي يعني نطلع في المستوى العلوي. اذا بدينا الان في المستوى العلوي انا ماشي زمنيا. اذا هذه الفتره الزمنيه زمن التاجيل. لاحظوا جيدا ابنائي التلاميذ بدينا في المستوى العلوي. الى اين ينتهي المستوى العلوي؟ هنا جايين. لاحظوا جيدا كذلك المدخل طبقنا عليه على القاعده صفر فولت يعني صفر منطقيه صفر فولت. المدخل يصبح غير عبوري ابنائي التلاميذ. الامر بسيط جدا. اذا السبعه اصبح غير موصول بالواحد. اذا السبعه هذه اللي كان مطبق لي الكتله هنا
سبعة كان الطبق اللي الكتلة هنا تختفي الكتلة وما يختفي السيفر فولت هذا. إذا يختفي السيفر فولت هذا أصبحت الآلة المكثفة لاحظوا جيدا أصبحت المكثفة هذه النقطة موصولة إلى زائد في سي سي عبر المقاومة أثنين، يعني المكثفة تبدأ في عملية الشحن عبر أثنين، وهذه النقطة هي نفسها هذه النقطة التوتر هذا كان صفر فولت يبدأ في التصاعد أثناء التلاميذ إلى أن يصل إلى توتر العتبة. ما هي توتر العتبة؟ هو 2 على 3 في سي سي. إذا هذا التوتر يصعد 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 طبعا هذا هو يصعد هذا نفسه هذا نفس النقطة. إذا حتى يصل إلى 2 على 3 في سي سي أثناء التلاميذ أمر بسيط جدا، عندما يصل إلى 2 على 3 في سي سي ويتجاوزه قليلا يقلب هذا القلال أو هذا المقارن يقلب يعطيه هنايا زائد في سي سي، لأن التوتر أصبح التوتر غير العكس هو أكبر من التوتر العكس، يعني يفوت 8 مثلا كأن نقول 8.1 مثلا، إذا هذا يصبح زائد في سي سي وهذا المدخل يصبح 1 منطقي يكافئ زائد في سي سي. إذا لاحظوا جيدا المقارن أو المقارن العلوي أعطانا 1 منطقي للآل للقلال، الآل هذا راح يدير لي وضع في الصفر، شوف الوضع في الصفر. إذا الوضع في الصفر هذا يصبح 1 لأنه هذا المخرج المنفي، إذا هذا صفر وهذا 1. لاحظوا جيدا هنا نقول أنها انتهت عملية الشحن، وماذا يحدث هنا؟ إذا هنا الواحد هذا يدل فيعطيني صفر هنا، هذا يهبط إلى المستوى، إذا ينتهي المستوى العلوي وينزل إلى المستوى السفلي، إذا هذا المستوى العلوي هذا المستوى السفلي. في نفس الوقت لاحظوا جيدا ماذا يحدث؟ كذلك هذا المقحل طبقنا أو القلاب طبق عليه توتر عتبة على القاعدة رح يصبح عبوري مرة أخرى، عندما يصبح عبوري يعني السبعة وصلها بالكتلة. لاحظوا جيدا كذلك السبعة هنا وصلناها مباشرة إلى الكتلة. لاحظوا جيدا هذا إيش معناها؟ معناها عندما التوتر هذه النقطة يوصل إلى الثلثين يعني 8 وزايدة شوية يعني 8.1 مباشرة هذه تسقط توترها إلى 0 فولت لأنها مباشرة وصلت إلى الكتلة، هذا مباشرة سوف يصبح 0 فولت مرة أخرى. إذا هذا 0 فولت لاحظوا جيدا 0 فولت و 8 إذا مش كبير هو 8، إذا هذا مباشرة يقلب يصبح المخرج 0 فولت وهذا راح يولي 0 منطقي. 0 و 0 ما هي إلا عبارة عن حالة احتفاظ، يعني القلاب يحافظ على الوضع في الصفر. إذا بما أن القلاب حافظ على الوضع في الصفر رجعنا إلى الحالة المستقرة الأولى، المدخل العبوري والخروج في المستوى السفلي. إذا لاحظوا جيدا أبناء التلاميذ هذه الفترة وهذه الفترة هي فترة الحالة المستقرة، لكن الحالة الغير مستقرة أو غير المستقرة هي هذه الفترة، ما هي إلا أو تكافئ أو تقابل أو تماثل فترة شحن المكثفة. المكثفة هنا كانت توترها يساوي صفر، بدأت في الشحن بدأت تشحن حتى قلب لي المقارن هذا وأعطاني نبضة في القلاب ألاس أصبح في الوضع في الصفر، وترجع المكثفة تقصر عبر 7 إلى 1 ونحصل على الحالة المستقرة. إذا احنا مطلوب منا فقط هو هذا الزمن، والزمن هذا يساوي زمن شحن المكثفة عبر المقاومة أثنين. إذا هذا بالنسبة لشرح التركيب أثناء التلاميذ، أرجو أنكم إذا كان ما استوعبتوش الفكرة عاودوا الفيديو مرات هذا الجزء عاودوه مرات عديدة سوف تفهمون جيدا طريقة تشغيل القلاب أو المؤجلات القلاب وهذه الاستقرار. نروحوا نختصروا أو نختصر هذا الشرح في سبورة لكي يجيب على السؤال الأول عن طريقة تشغيل هذا أو هذه الدارة. إذا من خلال الشرح اللي شفناه على التركيب الآن نجاوب باختصار على طريقة أو طريقة تشغيل هذه الدارة. إذا الحالة الأولى الحالة 1 VS المخرج يساوي 0 فولت والمكثفة C مقصورة إلى القطب، معليش نذكرها إلى القطب 7 إلى القطب 7 إلى 1 موصول إلى الكتلة، ويبقى هذا التركيب في غياب على هذه الحالة، ويبقى التركيب على هذه الحالة في غياب نبضة
عالم القطب اثنين. إذا عندما لا نعطي نظرة في القطب اثنين وهي حالة، وهي الحالة المستقرة. إذا هذه الحالة المستقرة. الآن الحالة الثانية أو الحالة اثنين، هذه الحالة واحد، هذه الحالة اثنين. إعطاء النبضة على القطب اثنين كافية لجعله أقل من ثلث في سي سي، يصبح في اس يساوي في سي سي، يعني مخرج المؤجلة يصبح في المستوى العلوي، وتبدأ المكثفة في الشحن إلى غاية ثلثي في سي سي، ثلثي في سي سي، فيحدث تبديل في المخرج في اس، ونعود الى الحالة الاولى هي الحالة المستقرة. اذا الحالة الثانية عملية الشحن هي حالة غير مستقرة، عندما تنتهي عملية شحن المكثفة ويصل توتر بين طرفي المكثفة ثلثي في سي سي يحدث تبديل ونعود الى الحالة المستقرة الاولى اللي هي المخرج في اس يساوي 0 فولت. هذا بالنسبة للإجابة إلى على السؤال الأول. الإجابة على السؤال الثاني جيم اثنين، السؤال يقول أعطي العبارة الحرفية لتي زمن التأجيل. إذا لاحظوا جيدا أمر بسيط جدا. الآن بالنسبة للسؤال الثاني نبين فقط أين هي دار شحن المكثفة. لاحظوا جيدا أبنائي التلاميذ الأمر بسيط جدا، هذه دار شحن المكثفة. إذا عندما نعطي نبضة هنا في في او في المدخل 2 اللي هو ديكلونشمون، تبدا المكثفة قلنا هذا يا اخي كان موصول الى الكتلة، يفصل عن الكتلة ويوصل الى زائد في سي سي عبر المقاومة R2، تبدا المكثفة في الشحن عبر المقاومة R2. اذا فقط راك تلاحظوا باللي عبارة او العبارة الحرفية لزمن التأجيل يساوي R2 في سي في اللوغاريتم النيبيري لثلاثة، طبعا كبرنا عليها كتابيا في في السبورة. اذا العبارة المعروفة اللي هي عبارة شحن مكثفة، اذا في سي بدلالة الزمن دائما يساوي في فينال ناقص بين قوسين في فينال ناقص في انيسيال في او اس ناقص تي على تو. لاحظوا جيدا في فينال دائما وابدا اذكر تلاميذي الكرام انه لازم دائما نحدد في فينال وفي انيسيال كي نستطيع ان نستخرج العباره صحيحه. اذا في فينال هنا واش تساوي ابنائي التلاميذ هي في سي سي، يعني المكثفه سوف تشحن الى في سي سي، وفي انيسيال المكثفه كانت مفرغه تماما اذا صفر فولت. اذا نعوض القيم هذه في العباره نهزوها بعين الاعتبار طبعا. اذا هنا في سي بدايه الزمن يساوي في فينال قلنا هي في سي سي ناقص بين قوسين في سي سي ناقص صفر في او اس ناقص تي على تو. اذا لاحظوا جيدا في سي يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان في سي عند التقليب او عند التبديل او عند نهايه التاجيل يجب ان يوصل الى ثلثي في سي سي 2 على 3 في في سي سي. اذا هنا هذا هو الزمن الذي راح نحسبه زمن التاجيل من اجل في سي يساوي ثلثي في سي سي عتبة التبديل. اذا هنا نعوض 2 على 3 في سي سي يساوي لاحظوا جيدا هنا نخرج تخرج لي هنايا في سي سي في او اس ناقص تي على تو ونخرج في سي سي عامل المشترك تبقى لي 1 ناقص او اس ناقص تي على تو، وبالتالي نختزل في سي سي مع في سي سي وش يبقى لي؟ تبقى لي 2 على 3 تساوي او 1 ناقص او اس ناقص تي على تو. اذا لاحظوا جيدا
الآن هذا الحد الذي ننقل إلى الطرف الثاني، هذا الحد إلى الطرف الأول. إذا تبقى لي أو أس ناقص تي على طو يساوي واحد ناقص الثلثين، واحد ناقص الثلثين تساوي ثلث. إذا في هذه الحالة ندخل اللوغاريتم النيبيري على الطرفين، راح تصبح لي النتيجة ناقص تي على طو ناقص تي على طو يساوي اللوغاريتم النيبيري لثلث. إذا لاحظوا جيدا ناقص تي على طو تساوي اللوغاريتم النيبيري لثلث، إذا نقل من الكسر ويصبح ناقص اللوغاريتم النيبيري لثلاثة، ونحذف الناقص مع الناقص، إذا هذه راح تساوي لي ناقص اللوغاريتم النيبيري لثلاثة. إذا هنا يستلزم أنه تي يساوي ماذا؟ يساوي طو في اللوغاريتم النيبيري لثلاثة، طبعا نحذف الناقص مع الناقص. إذا هنا طو هو R2 في C في اللوغاريتم النيبيري لثلاثة. إذا هذه هي عبارة أو العبارة الحرفية للزمن T بدلالة R2 و C. الآن نروح نجاوب على السؤال الثالث، لاحظوا جيدا. إذا بدنا نجي نجاوب على السؤال الثالث لازم نروح للتركيب، ما هو دور كل من الدارة AOP1 و AOP2؟ إذا هذه عبارة عن دارتين، نشوفه في التركيب ونرجع. إذا لاحظوا جينا أبدائي التلاميذ، هناك سؤال طرح في البكالوريا 2013، سؤال بسيط جدا والتلاميذ يخافوا منه ويحسبوا حاجة كبيرة طول. إذا لاحظوا جيدا السؤال يقول ما هو دور الدارة AOP1 والدارة AOP2 باثنين؟ إذا لاحظوا جيدا الأمر بسيط جدا، هذه الدارة عبارة عن مضخم عملي يشتغل كمقارن، لماذا؟ لأن دارة الخروج منفصلة تماما عن دارة الدخول. نفس الشيء بالنسبة للدارة الثانية، دارة الخروج منفصلة عن دارة الدخول، إذا المضخمين يشتغلان كمقارن. إذا نقول عن المقارن أو الدارة الأولى عبارة عن مضخم عملي يشتغل كمقارن موصول إلى المدخل R للقلاب ألاس لوضعه في الصفر. الدارة السفلية AOP2 مضخم عملي يشتغل كمقارن لموصول إلى القطب آس لجعل القلاب آلاس في الوضع في الواحد. هذه الإجابة بسيطة جدا، روحوا نجاوبها في السبورة كذلك. إذا AOP1 عبارة عن مضخم عملي يعمل أو يشتغل كمقارن موصول أو يقوم بجعل القلاب آلاس في الوضع في الصفر. نفس الشيء الدارة AOP2 نفس الإجابة تقريبا، عبارة عن مضخم كذلك عملي يعمل كمقارن يقوم بجعل القلاب آلاس في الوضع في الواحد، الوضع في الواحد. إذا هذا المقارن العلوي يجعل القلاب آلاس في الوضع في الصفر عندما يقلب، وهذا المضخم العملي المقارن السفلي يجعل القلاب آلاس في الوضع في الواحد عندما يقلب فقط. هذا بالنسبة للإجابة على السؤال الثالث اللي هو قلنا سؤال في بكالوريا 2013. الآن الإجابة على السؤال الثالث اللي هو السؤال الرابع بسيط جدا، جيم ربعة حساب R2 المقاومة R2 من أجل الحصول على T يساوي 10 سكوند. إذا 10 سكوند، معليش أنا مدي تركم C 200 ميكرو فاراد. إذا نطبق العلاقة للنيابي فقط T تساوي R2 في C في لوغاريتم النيبيري لثلاثة، وفي البكالوريا أعطيك لوغاريتم النيبيري لثلاثة حيث لوغاريتم النيبيري لثلاثة تقريبا يساوي 1.1. إذا تطبيق عددي فقط هنا يستلزم أنه R2 يساوي T على C في لوغاريتم النيبيري لثلاثة، إذا هو تساوي T 10 سكوند 10 ثانية لاحظوا جيدا، و C اللي هي 200 ميكرو فاراد نحولها إلى الفاراد لنضرب في 10 قوة ناقص 6 في 1.1. إذا راح T R2 تساوي
إذا نحسبها بالآلة الحاسبة راح تعطيني 45.45 كيلو أوم. هذه هي قيمة المقاومة الثانية. إذن هكذا نكون قد انتهينا من حل هذا التمرين، وتعرفنا على المؤجلة بخلية آلسي باستعمال الدارة المندمجة N555. نتمنى أبناء التلاميذ أن تكونوا قد استفدتم من هذا من هذه الحصة أو من هذا الفيديو. لنا لقاء إن شاء الله مع المحور الثاني الميم تميم نون، انتظرونا إن شاء الله. إذن إلى هذا الحد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فقط أطلب منكم أرجو منكم أنكم تنشروا هذه القناة إذا كان شايفينها بلي راها مفيدة لزملائكم لكي يتعرفوا على هذه القناة، وتستمر هذه القناة في العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.